كيفكم يا بنات؟ وخاصة لازم أقول بنات بسكم لأنه هم بناتي، هم اللي أنا درستهم وعشت معاهم أحلى سنين حياتي وأنا بدرسهم. يمكن أنا كنت شوية شديدة عليكم، بس في نفس الوقت حقيقي أنا فخورة فيكم وفخورة في كل واحدة درستها من 2003 لين 2018. كنتوا طالباتي والآن صرتوا زميلات وكمان صديقات. أنا مرة مبسوطة فيكم ومبسوطة في إنجازاتكم سواء صغيرة أو كبيرة، عشان كذا شاركونا وحكونا إيش بتعملوا وإنتوا فين دحين.